السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. اخواتي الكرام، مرحبا بكم في قناه مطبخ داري. اليوم ان شاء الله غادي نقدم لكم وجبه عشاء او فطور رمضان صحيه وسهله في التحضير وبمكونات جد بسيطه. فإلى عجبتكم الوصفه ما تنساوش انكم تابوناو في لاشين باش توصلوا بجديد الوصفات، كذلك ما تنساوش انكم تدعموني بلي لايك ديالكم. فعلى بركه الله غادي نحتاج جوج حبات ديال البطاطس اللي سلقتهم، وغادي معكم كما غادي تلاحظوا معايا عندي 4 بيضات، كأس حليب، يعني ممكن ندير أقل من كأس على حسب الخليط. عندي بصلة مشلضة، ملعقة من البقدونس، 3 حبات من الجبن المثلت، حبتين من البيض سلقتهم وبشرتهم بهذا الشكل هذا يعني حكيتهم. عندي جبن محكوك أو مبشور، وعندي دجاج أو صدور الدجاج مقطعة شرائح طولية على هذا الشكل. أما بالنسبة للتوابل فغادي نحتاجو ملح، فلفل أحمر، وزنجبيل، وكمون. فعلى بركة الله غادي نوضع مقلاة نوضع فيها البصل، يعني كما قلت لكم بصلة واحدة مشلضة. غادي نوضع معاهم صدر الدجاج، وغادي نوضعو التوابل يعني الملح فلفل احمر، يعني غير راس ملعقه من كل نوع ديال التوابل، كمون. الكمون ممكن انكم تضيفوه دابا، ممكن انكم تضيفوه مع البيض، كذلك جميع التوابل. انا نفضل انني ندير التوابل دابا يصيبوا مع البصله و يعني صدر الدجاج. غادي نرد الكل يتشحر جيدا ونعاودو نتلاقاو. بين ما تشحرنا البصله غادي نمعكم داك البطاطس، يعني ممكن انكم تمعكوها بالفرشيطه. غادي نضيف معاها الجبن المثلث، يعني 3 حبات. هذا و يعني ملعقتين تقريبا من الحليب، يعني الحليب يكون عادي، ما يعني ما طيبتوش انا، يعني سونترال درت سونترال هو اللي كندير، يعني ما طيبتوش قبل. ممكن كنحاولوا اننا نمزجوا البطاطس مع الجبن والحليب. بهذا الشكل هذا، وغادي نطربوا البيض. هنايا درت البيض، زدت معاه قبصة ديال الملحة، غادي نضيف معاه ملعقة من البقدونس أو المدنوس، مع ربع كأس من الحليب، وغادي نمزج، يعني نطرب البيض جيدا. بهذا الشكل هذا غادي نضيف معاه البيضتين اللي سلقت وحكيت، يعني سلقتهم وحكيتهم. وقليل من الجبن المفروم،
غادي نضيفو الكميه ديال البطاطس، يعني حبتين ديال البطاطس، وغادي نمزج البطاطس مع البيض. يعني في حاله ما جاتكم قاصحه، يعني الخليط ديالكم كان قاصح، فضيفوا له الحليب. غادي نضيف الخليط ديال الدجاج والبصل، يعني اللي شحرناهم، وغادي نخلط الكل جيدا. بالنسبه اللي ما عندوش الدجاج ممكن تعويضوه بالطون او باللحم المفروم. بهذا الشكل هذا، يعني انا نزيد له ملعقه من الحليب فقط. الحليب كيعطيها لهذه الطبقه هذا كيعطيها واحد النكهه رائعه. بهذا الشكل هذا غادي نجيبوا المول اللي كيدخل الفرن او القالب اللي كتدخلو. ممكن انكم ديروا يعني داك المول ديال الكيش، غير الا درتيو هذاك دهنوه بالدقيق باش ما تلصق لكمش، اما الا درتيو المول الزجاجي ففقط دهنوه بالزيت. يعني دهنة خفيفة. غادي نجيبو الخليط، على هذا الشكل هذا، يعني كتكون خفيفه كما كتلاحظوا معايا. غادي نصوب الجبن المفروم، يعني كنحاولوا الجبن نوزعوه على المول كامل بهذا الشكل هذا. غادي ندخلها الفرن اللي سبق لي وسخنته على درجه حراره 180،
وغادي نقلل عليها يعني اقل درجه عندكم هي اللي غادي ديروه. خليوها طيب على خاطره، يعني ممكن انها تستغرق لكم 15 دقيقه حتى 30 دقيقه، يعني على حسب الفرن ديالكم وعلى حسب يعني الوقت. الا كنتو مزروبين فجهدوا عليها، شعلوا عليها غير من التحت وجهدوا عليها حتى طيب، عاد شعلوا عليها من الفوق باش يذوب الجبن. الا كان عندكم يعني متسع من الوقت فقللوا عليها وخليوها طيب على خاطره باش طيب مزيان وتشد راسها مزيان. اخواتي فهذا هو الشكل النهائي ديال التورتيه من بعد ما خرجناها من الفرن. كما كتلاحظوا معايا كتنفخ، نقطعوا نشوفوا الشكل ديالها من الداخل. يعني كتجي متماسكه كما كتلاحظوا معايا، مازال جد ساخنه. يعني انا عاد خرجتها دابا من الفرن. اخواتي كيجي هذا هو الشكل ديالها من الداخل كما كتلاحظوا، طبقه متماسكه. يعني هادو قطع ديال الدجاج اللي درنا. فنتمنى ان الوصفه ديال اليوم تكون نالت الاعجاب ديالكم وتجربوها وتقولوا لي كيفاش جاتكم. ما تنساوش انكم تابونا فلاشين باش توصلوا بجديد الوصفات، كذلك ما تنساوش انكم تدعموني باللايك ديالكم. ونهايه الوصفه، دمتم في رعايه الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.